أحسن الله إليكم سماحة الوالد، طالب يدرس في أحد الدول العربية، هل يمكنه الجمع جمع تقديم بين صلاة الظهر وصلاة العصر؟ لأنه حين أذان العصر يكون داخل محاضرة دراسية ولا يتمكن من تأديتها، لأنه لا توجد مصليات ولا يتم إيقاف الدروس عندهم من أجل الصلاة، فماذا يفعل؟ إذا كان الدرس ينتهي قبل غروب الشمس يصلي إذا انتهى الدرس، لأنه لا يزال الوقت باقيا، يصلي إذا انتهى الدرس قبل غروب الشمس، ولا حاجة إلى الجمع. نعم.